إذا أراد الشخص أن يفي بحق شيخه علي فأن أفضل ما يفي بحقه أن ينقل علمه، أعظم منه على أو أعظم منه للشخص على شيخه أو من استفاد منه أن ينقل منه. ولذلك يقول كثير من الفقهاء ما من أحد إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي، لأن البيهقي نقل كلام الشافعي واستدل له، وذلكم أن الشافعي كتبه في الطريقة الجديدة، طريقة التي رواها عنه المصريون كالربيع بن سليمان المرادي والمزني وغيرهم، موجودة ومنتشرة. وأما ما رواه عنه العراقيون فأغلبه قد اندرس، ولا يوجد من كلام العراقيين إلا ما رواه البيهقي أو نتفا في غيره. وذلك البيهقي كثير من نصوص الشافعي لا توجد إلا في كتبه، فكانت المنة له على الشافعي لنقله علم الشافعي والاستدلال له. ولذلك من أراد أن يفسد شيخه وأراد أن ينفع شيخه فإنه ينقل علمه أو علم ينتفع به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثله. ثم إذا نقل هذا العلم فإن تمام نقله للعلم يتحقق بأمور، منها أن ينسب العلم لشيخه، كما قال رزق الله التميمي نقلها ابن رجب في ليل طبقات الحنابلة، قال يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا، وهذا هو الثالث وهو قضية الترحم. وذكر القرطبي في مقدمة الجامع تفسير قال إن من بركة العلم نسبته إلى أهله، إذن ينقل العلم مع نسبته لمن استفدته منه، وإذا ذكرته فترحم الله عز وجل عليه وهو في قبره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.